كل يسمعوك. تفضل. الاخوه لاعبي المنتخب الوطني الابطال، الكابتن، المدرب، الاداريين، الفنيين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محتروسنا يعني دائما انتم ترسمون البسمه والفرحه بين ابناء شعبكم في هذه الظروف اللي الناس كلها سمرت امام التلفزيون. الحمد لله والنعم عندكم، بارك الله فيكم. انا عندي ثقه كبيره انه هذا المنتخب بهذه الروحيه وبهذا اللعب فعلا اكو منتخب واعد راح يعيد العراق الى مكانه الطبيعي ان شاء الله. كونوا واثقين انتم بالاتجاه الصحيح ما دام تكون بهذه الهمه بهذه الغيره بهذا اللعب بصيغه الفريق الواحد وبالتزامكم بخطة وتوجيهات المدرب. مثل ما وعدتكم الحكومة، أخوانكم، أخواتكم في مجلس الوزراء كلهم دعم لكم في هذه المسيرة والاستحقاقات القادمة ما دام أنتم بهذا الخط من الخط التصاعدي في الأداء وفي الفوز. منتخب اليابان منتخب قوي، وحتى مباراتكم الأولى كان أيضا الأداء لله الحمد متميز. إن شاء الله بنفس المستوى، وموعدنا بالمباراة النهائية اللي إن شاء الله راح أحضر لكم هذا الاستحقاق. بارك الله فيكم، نسأل الله التوفيق والنجاح لكم في هذه البطولة. شكرا جزيلا. شكرا سيادة. والمدرب يشكرك كل شوية على دعمك ورعايتك واهتمامك واللاعبين، وان شاء الله يكونون قد حسن ظنك وظن ابناء شعبهم كله ويفرحوا شعبهم دول. والنعم 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 واللي توصل مكافاتهم. شكرا جدا. مع السلامه.